ايه ده يا جدعان؟ هي فين الحلقة التانية؟ السلام عليكم، انا عمر. النهارده هنتكلم عن الحلقة الأولى من أنمي جوجوتسو كايزن. الأنمي ده في حالة غريبة دلوقتي، المفروض إن الحلقة نزلت من مدة طويلة وأنا يعني متخاذل لسه شايفها دلوقتي، ولكن ما تقلقوش زي ما وعدت الفيديو إن شاء الله بتاع مراجعة الموسم بالكامل هينزل في ميعاده الطبيعي. ولكن بالنسبة لمراجعة الأنمي ده، أنا كنت ناوي إن أنا أتفرج على الحلقة التانية معاها، بس الحلقة التانية فين يا ريس؟ هل ده ممكن يكون نفس الحالة اللي حصلت قبل كده مع فيلاند ساجا، ونزل أول 3 حلقات بعد كده توقف لأسبوعين أو 3 أو شهر تقريبا؟ مش عارف، اللي عنده أي خبر ممكن يقول لي تحت في التعليقات. ولكن بما إن ديت مراجعة مش ترشيح، والترشيح دايما بيكون في جزء من غير حرق، إنما المراجعة هي على طول كده لازم هخش أحرق. فلو أنت لسه ما تابعتش الأنمي، أنمي حلو، ولو عايز تستنى لحد مراجعة الأنميات بتاعة الموسم بالكامل وتعرف أسباب متابعة هذا الانمي الجامد انتظرها، يعني هي مش هتتاخر ان شاء الله. خلينا نبدا. الرسم في العمل ده من بدايته كده واضح ان هو مبشر جدا، وكنت كاتب ان الكوميديا شكلها هتطلع حلوه، وطلعت بالفعل المزيج بتاعها كان مظبوط. ومن شرح الشخصيات اللي هي موجوده في النادي بتاع الظواهر العجيبه ده، بيتضح لينا ان الحوارات في الانمي ده هتكون موزونه، ومن الواضح ان هو هيبرر كل خطوه هو بيتحركها بحوار كويس. ممكن يبان الكلام ده غريب من بدايه الحلقه، مع ان انا كاتب الكلام ده ملاحظه من اول 5 دقايق في الحلقه بس. وبرضه البطل من الواضح ان هو هيكون من الابطال اللي ما عندهمش الركاكه، القوه بتاعته من فراغ ولا حاجه، ولكن هي ديت الحاجه النقطه اللي ممكن تكون ولكن هنيجي لشرحها، شرح القوه الخارقه اللي موجوده عنده ديت قبل ما ياخد اللعب. ومثال على الحوار الجيد، الحوار اللي حصل مع الجد بتاعه، ساعه لما كنا عايزين نخش كده في الحوار عن الابوين، وساعه لما كنا بنقول على ان الجد ديت قد تكون اخر لحظات حياته وان هو عايز يكون شخص رائع. من الواضح ان التلميح في النقطه ديت من الشخصيه اللي هو يوجي بتاعنا، قال ان هو مش عايز يقول حاجه زي كده او عايز يخش في الحوار ده، لان ده هيكون بمثابه فأل سيء في العالم اساسا بتاع اللعنات ده، ممكن الموضوع يكون بيقلب بالموت بالفعل، يعني ديت هتكون اخر كلمات حياتك. لا، انا افضل ان انا اجي ازورك كل يوم وخلاص. ولحظه الوفاه مع تاثر الشخصيه الاساسيه بتاعتنا كانت لحظه جيده جدا، مع انها كانت لحظه سريعه جدا، وده بيبين مدى ان الحوار اللي حصل مع الجد كان حوار متماسك. ويعني من التشبيهات اللي كنت بشوفها ساعه لما كان كيميتسو لسه شغال، وكان في ناس عماله تحرق بام صور مانجا كيميتسو مع صور يعني الحاجات اللي هي كانت في جيجيتسو ديت زمان، تتضح لي انه هيكون شبهه، انه هيكون بقى في نفس الكلام والكلام ده كله، ولكن اتضح بالعكس تماما انه شبه بيرزيرك. او ياه، مع تقدم الاحداث وذهبنا لان الشخصيه الاساسيه سابت موضوع اللعنه دي مع اصدقاء، وصلنا لحد نقطه كده، هل الشخصيه مش حاسه بالذنب، ولا هل هو بالفعل حاسس بالذنب بس هو عنده شك في الموضوع لسه في امر اللعنات ده؟ ولكن بعد ما شاف الضغط الهائل اللي هو كان بيقول عليه، وانه خايف، وانه شايف ان في موت عند المدرسه ده، ليه ما حسش او ليه ما شفناش تاثير الذنب ده؟ هل لان هو حاسس ده مش ذنبه هو؟ هو كل ما في الموضوع انه ساب لهم موضوع اللعنه ده لان هم كانوا بيدوروا عليه، يعني هو ما تصرفش اي تصرف غلط، هو ما كانش يعرف عن الموضوع. ولكن الاجابه بتاعت الانمي، ودي حاجه كويسه جدا، ان هو ما سابش الموضوع ده مفتوح، ان هو جاوب ان الشخصيه خايفه، ودي كان تم ربطها بشكل جميل جدا ومناسب وحلو جدا مع لحظات الجد والحوار بتاعه ولحظه موته. والنقطه ديت برضو بتاكد لنا على ان هو كان خايف من ان كلمات الجد ديت هي بالفعل تكون الاخيره، وكلمات جده ساعد الاخرين. لو كان الشخصيه اتحرك بشكل سريع جدا بعد تذكره للكلمات ديت، الموضوع كان هيكون سيء جدا بصراحة، إلا إن هو يقعد يفكر في الجملة، يقعد يتشاور كده ما بين الخوف وما بين إن هو دلوقتي هيفقد أصدقائه. هي دي الجمالية، إن أنت تحسسني بالفعل إن الشخصية كويسة، كتابيا كويسة. ليه؟ لأن أنا بحس إن هو شخص واقعي، إحنا لما بنيجي نتخذ قرار وبيكون عندنا فيه أزمة، لازم هتقعد تفكر، لازم هتقعد تشاور نفسك، ولكن لازم هتتخذ قرار بشكل سريع عند اللحظات أو عند الأزمات السريعة. وده بالفعل اللي حصل، شخصية فكرت في وقت مناسب، زائد ان الشخصية بتاعتنا باين عليها ان هو شوية معتوه، شوية غبي، ولكنه من الواضح ان هو عنده قدرة، او مش قدرة، هو عنده القدرة على ان هو يرتب افكار، ان هو ياخد شوية وقت عشان يقدر يرتب افكار ويتحرك، كانت حاجة موزونة جدا. والعبرة والتساؤل حوالين الشخصية قبل ما ياكل اللعنة اللي هي الصباع ده،
هو قوته ديت اساسا جايه منين؟ كانوا عمالين يقولوا ان قوته ديت من الاعداديه، فهل الامر ليه علاقه باللعنات اساسا؟ وان كلام الجد ممكن يكون بيلمح لحاجه زي كده، ان هو نوعا ما ندم على قرار هو اتخذه في الماضي، قد يكون هو بيحسن القرار ده مع حفيده، او قد يكون التلميح على الشخصيه اللي كانت جايه بتدور على الروح او بتدور على اللعنه اللي موجوده في المدرسه ده، ان هو حس باللعنه ولكن من يوجي مش من اللعنه ذات نفسها او مش من الصندوق بتاع اثر اللعنه. الاكشن رهيب جدا، وربط النقطه ديت بتاع دخول الوحش ده او اللعنه الضخمه دي بالجثه اللي هي كانت موجوده في الملعب اللي نادي الخواطر اتكلم عنها، واتكلم عن ان تاثير الجثه دي ان هي اظهرت لعنه او اظهرت وحش ما في الملعب، وانه يظهر لنا دلوقتي وحتى يظهر لنا مع الشخصية اللي هي جاية باحثة اساسا في المدرسة دي، نقطة حلوة جدا. والسيناريو بان الشخصية بتاعتنا هتاكل اللعنة كليشي، لان تقريبا كلنا تيقننا ان الشخصية هتاكل بالفعل او هتكتسب اللعنة دي، ولكن هل الاحداث ذات نفسها وحشة؟ على العكس، كانت موزونة جدا وكانت منطقية جدا، بل ان نقدر نقول ان هي تم التمهيد ليها بشكل كويس، وان مسار الاحداث بتاعها لحد ما حصلت كانت معموله بشكل صح. ولحظه تقديم اللعنه اللي الشخصيه الاساسيه بتاعتنا دلوقتي كلتها دي كان حاجه حلوه جدا، ومزجها مع الكوميديا خلى اللحظه دي احلى بكتير، لان هي اتمزجت بشكل سليم جدا. ولكن هل القوه الشخصيه بقى اللي كانت موجوده عند الشخصيه جت منين؟ ديت ده بيرجعنا لنقطة الربط اللي هي كانت موجودة مع تحرك يوجي ناحية المستكشف ده، وان قد يكون بالفعل هو حس بلعنة ولكن موجودة في ذات نفسه مش في الصندوق او في الاثر اللي كانت محطوطة فيه اللعنة، او نقدر نقول بمعنى ادق ان الاتنين مع بعض، لان تقدر تقول ان هو ما حسش باللعنة اللي كانت موجودة عند الشخصية ذات نفسها، واللي الشخصية المستكشفة اللي جاية للمدرسة ديت قالت ان هو عنده قوة عالية والقوة دي حتى بدون لعنة، فمن الواضح ان هو محسش او قد يكون محسش باللعنة اللي جاية او اللي هي موجودة في جسد ده، قد يكون بسبب الصندوق ذات نفسه اللي كان موجود معه، وعشان كده هو قدر ان هو يسيطر على نفسه ويسيطر على اللعنة اللي هو اكلها بنفسه دي، وعشان كده هو ما ماتش. وترابط الاحداث من الواضح ان هو يكون ماشي بشكل سليم، والحوارات هتكون موزونة، ومنطقية الاحداث هتكون شكلها كويس. البداية مبشرة جدا جدا، لان العمل ده هيكون بالفعل عمل قوي جدا، ولكن ده بقى هنعرفه بعد حلقتين ثلاثة. على العموم ده كان كل اللي كان عندي في الفيديو النهاردة. لايك شير سبسكرايب، شكرا على المشاهدة، سلام.